عن الموضوع ينضم إلي عبر سكايب من روما دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بك دكتور فؤاد معنا في هذه النشرة. إذا بداية، إيطاليا تسجل أرقاما قياسية في العالم من حيث عدد الوفيات، فكيف يبدو وضع المستشفيات على وقع هذه الأعداد المتزايدة من الإصابات؟ السلام عليكم للجميع. للأسف الوضع الصحي في إيطاليا وخصوصا في محافظة لومباردية والشمال صعب كثير، لأنه إيطاليا قبل أزمة كورونا فيروس كان عندنا مشاكل كبيرة، وطلبنا من الحكومة الإيطالية أنها تحلها بالنسبة لنقص الأطباء، بالنسبة لنقص المتخصصين في الطوارئ والإنعاش، بالنسبة لنقص أجهزة التنفس الصناعية. وفي نفس الشيء إيطاليا معروف أنه 40% عدد سكانها أجد من 65 سنة عمرهم، وبنشوفه حسب الإحصائيات، تحليل علمي وطبي للإحصائيات. أولا بانخفاض رقم الإصابات، وهذا علامة مهمة، بانخفاض عدد الاشخاص اللي بخشوا على المستشفى، زاد عدد تعافوا من كورونا فيروس، بضل رقم اللي توفوا، الرقم اللي توفوا بتعلق في النظام الصحي الدولي، نظام الصحي الدولي فيش عنده اقسام انعاش كافيه، في ناس كثير، انا بحكي معكم في ناس كثير بيقدروش يوصلوا لوقت الانعاش، عشان هيك يعني في ايام بتوفوا فيه ازيد وفي يوم ايام بتوفوا فيه اقل. المهم انه في ايطاليا اخر اربع خمس ايام في انخفاض رقم اصابات، هذا علامه بنتامل انها تغدر ايجابي، وفي الشمال وفي الجنوب. نعم دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا عبر سكايب من روما، شكرا جزيلا لك.